متابعي قناة سانفاس باريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نستضيفه فيه السي رشيد جبالي، الناطق الإعلامي للحركة الاحتجاجية لأرباب المخابز. السبب هو الغضب تاع أرباب المخابز مما يصفونه من المنافسة غير الشريفة والغير الشرعية اللي أصبحت مفروضة عليهم في السنوات الأخيرة من طرف بعض المحلات اللي تتبيع الخبز وتطيب الخبز أيضا. سي رشيد مرحبا بك. أهلا وسهلا، تحياتي لكم وكنشكر القناة وأشكركم أستاذ والطاقم التقني ديال القناة. شنو الأسباب تاع الغضب ديالكم من وجود واحد المحلات بانت مؤخرا يعني الناس يطيبوا الخبز وتبيعوه الناس بواحد الثمن اللي هو رمزي، الثمن اللي هو مناسب؟ أولا احنا ماشي غضب، احنا ماشي غضبانين لأن ولاو محلات كيبيعوا الخبز. هاد المخبزات الحانوتية، أولا غير باش نوضحوا للرأي العام، هاد المخابز كتقوم بإنتاج واحد الخبز اللي هو فاسد، وهذاك الخبز هو مضر بصحة المستهلك. لأن شنو هو الخبز؟ الخبز المعيار ديال الجودة ديالو هي الطهي، الأساس ديال الخبز هو الطهي. الطهي عنده واحد المعيار ديال ديال ديالو فاش خصو يكون، يعني خصو يكون لأن الفرار هو بيت النار. اي مخبزه سواء كانت عصريه او تقليديه، راه التقليديه عندها بيت النار بواحد يعني بالمقاييس ديال الجوده اللي هي معترف بها، وكذلك العصري داك الفران مصنوع بواحد يعني بطرق علميه اللي كيوفر هذيك الجوده ديال الطهي ديال ما بين 200 250 300 درجه. على عكس هذوك المخابز الحانوتيه البوطاطيه الشاليموتيه اللي كطيب الخبز بالشاليمو، هذوك عندهم واحد كيجيبوا واحد الفران قصديري كيصنعوا السودورات كيجيبوه كيديروا فيه واحد الانبوب ديال الغاز وكيبداو يطيبوا الخبز بداك اللهيب بحال الشاليمو، كيشويو الخبز ماشي كيطيبوه، لا يطهى يشوى. ولكن هما تيقولوا بان الخبز عند سي توفر على جميع الشروط الصحيه، الجوده الصحيه، وان جميع الامور اللي تيعتمدوا عليها تتعطي واحد المنتوج اللي هو جيد. انتوما تيقول بان انتوما جيتوا ضدهم لانهم تيشكلوا لكم منافسه. اولا هما كيشكلوا منافسه، كيشكلوا هذه ماشي كيشكلوا منافسه، يعني الاهم بالنسبه لكم هو المنافسه المفروضه، ماشي انتما تفكروا في صحه المواطن. لا بجوج لان شي مرتبط، لان هذوك باش نفصلوا هذه النقطه بالضبط. لان هذاك الخبز اولا مضر بالصحه لانه كتبقى فيه الرطوبه من الداخل ديالو، يطهى على لهيب 80 100 120 درجه، ماشي هي الحراره المخزنه ديال 200 250 300 درجه. اذا الا غادي ناخذ الخبزه غادي نلقاو فيها الرطوبه على المدى القصير وعلى المدى الطويل، غادي دير واحد الاثار مرضي على الصحه ديال المستهلك. هذه من جهه. من جهه اخرى هاد الناس ما عندهم لا ترخيص ولا حتى شي حاجه، وصبحت هذا القطاع اصبح مهنه من لا مهنه له. يعني يجي واحد الحانوت فيه واحد 2 متر 3 متر يدير فيه واحد البانيو ويبدا يطيب الخبز حيت كيبيع الشنج. المعيار ديال الجوده بالنسبه للاسف كنتاسفوا انه ما كاينش واحد التحسيس واحد الوعي بالخبز كما هو في اوروبا. المغاربه كيستهلكوا الخبز، يعني المغاربه كيستهلكوا الخبز، ولكن للاسف ما كيعرفوش شنو هي الجوده ديال الخبز. يعني الجوده بمعيار الجوده عندهم هي السخون، خصو شي خبز سخونه راه هي جيده. اذا هاد المساله هذه خلات هاد يعني ملي كيجلس واحد بوحدو ولا جوج ولا ثلاثه الناس واحد المحل وكيبدا يطيب في الخبز بشويه وكيبيع فيه بحال الشفنج، يعني ولات واحد المنافسه. الناس ما بقاوش كيمشيو. ولكن البعض يقول بان نفس الافرينه اللي كاينه في هاد المحلات هي اللي كاينه في الديور، يعني مراه عندها واحد الفران ديالها في الدار تطيب الخبز، حتى هو تنقدروا نقولوا بانه ما تيتوفرش على الجوده لا حتى هو ما كيتوفرش عليها. فران ديال الغاز ما كيتوفرش. هذه باش نكونوا حاسمين في المساله هذه، حنا كنقولوا المغاربه للاسف كياكلوا خبز وما عندهمش يعني ما واعيينش بالمعيار ديال الجوده. اذا كان فران ديال الضو انا كنتفق غادي لان غادي يقدر تكون فيها هذيك الحراره المخزنه. اما اذا كان ذاك الفران ديال الغاز راه هذوك الناس اللي عندهم. كاين شي الاسس العلميه اللي انتم اللي تتساندوا عليها باش تقولوا هذه الامور؟ هو احنا حريفيه، احنا مهنيين. الاسس العلميه احنا ذوي الخبره، راه حتى الخبره حتى هي راه علم. احنا ذوي الخبره وكنعرفوا شنو هو الخبز، راه خدمتنا هي الخبز. اذا احنا موالين الخبز وما نعرفوش معيار الجوده راه غادي نكونوا. هضرت على جوده تاع الخبز والمعيار تاع الجوده، الناس يقول لك ذاك الخبز اللي تيتباع في المخبزات اللي انتم تدافعوا عليه راه هو ما تيتوفرش على الجوده وما فيه حتى شي معايير تاع الصحه، الناس ياكلوا غير مغامرات وصافي. اولا الجوده، ملي غنبداو نهضروا على الجوده، الجوده يعني كتنطلق
من المكونات ديال 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 المنتوج. هذاك الخبز بدايه الجوده هي الدقيق. الا غادي نسولوا واش الخبز فيه الجوده ولا ما فيهش الجوده، رجعوا للدقيق بعدا نشوفوه. نشوفوا داك الدقيق واش كتوفر فيه هو معيار الجوده اللي غتعطينا واحد الخبز. حنا 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 حتى الدقيق ملي كنشريوه كنحزروه نديروا فيه البودر، نديروا فيه السكر، الا ما درناش فيه شي ما يخرجش خبز. بمعنى انه الدقيق خاصو تكون فيه واحد المعيار ديال الجوده اللي يمكن لينا نطيبوه بدون هاد المكونات اللي هي زايده، هاد المحسنات ما خصهاش تكون فيه. اذا عاد غادي نجيو. اما بالنسبه للطهي اظن الافرينه ديالنا والمخابز ديالنا هي اللي نسبيا كتقدر تعطي واحد الشيء الجوده، لان ديك العافيه كتطهر اي حاجه داخله اللي كتكون ممكن يكون فيها شي اثار على صحه المستهلك. هذيك النار المخزنه اللي كتكون بواحد الحراره اللي هي اللي هي اللي هي بالمعايير ديال الجوده هي اللي كتخلي الخبزه جيده ومغذيه وما تلحق حتى شي ضرر بالمستهلك ديالها. بالنسبه لكم انتم الوقفه الاحتجاجيه اللي غديروا نهار الاربعاء 16 اكتوبر 2024، بغض النظر على المشكل اللي تعتبروا انتم منافسه مفروضه عليكم، يعني اشنو الملفات الاخرى اللي غدافعوا عليها؟ عندنا ملفات ديال الدعم. احنا غير مدعمين نهائيا. حنا يقال عنا اننا ندعم. سبق جا الوزير المنتدى المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي ديال الحكومه سي بطياس كيقول باللي انه الدوله تدعم قطاع المخابز ب 50 مليار شهريا، ثم يضيف ان كل خبزه مدعمه بدرهم. حنا الدعم ما عمرنا شفناه نهائيا ما كاينش. وحنا يقال عنا انهم الدعم عندنا كناخذوه في الدقيق بواحد الثمن اللي هو زعما كيسمح لنا باش نربحوا. هاد الدقيق اللي كيتكلموا معنا عليه راه كيشريوه المغاربه كاملين، ماشي غير مويه الفرارن، 3 دراهم و50 فرانك بالجمله، ثم بالتقسيط راه معروف الثمن ديال التقسيط بشحال كيكون. اذا نفس الدقيق اللي كنشريوه حنا كيشريوه كاع الناس. اذا شمن دعم عندنا حنا؟ ثم هاد الدعم اللي كياخذوا هاد الناس باسم الدقيق على اساس انه الحفاظ على السعر المرجعي ديال الخبزه درهم و20، السعر الاسعار محرره. اسعار محرره، هذا تغليط باش يبقاو ياخذوا الدعم باسمنا حنا. حنا ياخذ الدعم هاد المكونات ديال هاد السلسله المهنيه بما فيهم مخزنين ومجمعين ومستوردين والمطاعم كيولوا كياخذوا الدعم. حنا ما كناخذوا والو، حنا شريك داخل هاد السلسله وما كناخذوا حتى شي حاجه الا اننا كنشرحوا لهم داك الدعم اللي كياخذوا. هذا هو يعني هذا هو اللي كيخلينا حنايا كنتسائلوا ويجب فتح تحقيق على هذا الدعم هذا اللي كيتخلى باسمنا حنا وحنا ما كنشوفوش. يعني شكون اللي مستفد من هذا الدعم هذا الوزير تقول؟ انا كنقول لك الجهات المستفيده سميتها لك. هي هما المخزنين المجمعين المستوردين المطاعم كلهم كيستافدوا، حنا ما كنستافدوش. حنا ما كنستافدوش وما كنعرفوش كيفاش كيستافدوا بعدا، لانهم هما كياخذوا الدعم على الزرع وداك الزرع كيولي دقيق وداك الدقيق هما كيقولوا كيخرجوا منه. يعني انتم كارباب المخازن نكمل هذه النقطه، كيخرجوا منه ما عرفت 13 14 من المشتقات ديال داك القمح كيخرجوا في الدقيق ديالهم. اللي كيبيعوا ب 3 دراهم و50 وكاين اللي كيبيعوا ب 4 دراهم وكاين اللي كيبيعوا ب 6 دراهم وكاين اللي كيبيعوا بالسميد ويبيعوا، يعني عندهم واحد البلعه ديال المشتقات وكياخذوا فيها الدعم بالزرع. غير اللي ملاحظ داخل المخابز كاين اختلاف في الاسمنه تاع الخبز، كاين اللي خبز كما قلتي كاين هذاك الخبز اللي 20 اللي درهم و20 سنتيم، وكاين نوع اخر من الخبز اللي تيكون الاسمنه ديالو مرتفعه، كاين تاتو 4 دراهم 5 دراهم 7 دراهم 8 دراهم. استاذي المحترم انا كنقول لك سعر الخبز راه محرر، نبيعوا باش بغينا. المشكل اللي عندنا راه ماشي هي في 3 دراهم ولا في 4 دراهم، راه هذيك درهم و20 اللي هي السعر المرجعي ديال الخبزه العاديه اللي خص المواطن المستهلك ياخذها واللي هي في عليها نقاش، وراه ما كنبيعوش بها. راه حنا الخبزه كنبيعوها ب 20 سنتيم. كيفاش 20 سنتيم؟ انا نقول لك كيفاش كنبيعوها ب 20 سنتيم، كنبيعوها للبهايم، حنا كناكلوا حتى البهايم ب 20 سنتيم. وكنعطيوها الليفرور ب 70 و 75 فرانك و 80 فرانك وكناخذوا فيها البارد. ملي كنديروا واحد لا كومبونساسيون هذيك الخبزه كتقام علينا باكثر من درهم ولا بدرهم، حيت ما كنحسبوش، حنا كنخدموا عشوائيا ما كنحسبوش، حتى كنسدوا كنلقاو هذيك الخبزه كنبيعوها ب 35 فرانك ولا 40 فرانك. قلتي تنسدوا الكثير من ارباب المخابز يقولوا بان مجموعه من المخابز تم الاغلاق ديالهم، واش عندكم شي احصاء في هذا الاطار هذا؟ لا هو الاحصاء يعني رسمي ما عندناش، ولكن تقديري حنا دابا مساله بسيطه، سير لواحد الحي انت غير كصحفي رجل عادي، سير لواحد الحي
سير الحومه ديالكم الحي ديالكم وشوف المخابز التقليديه مثلا دور شوف شحال مخبزه كاينه راه كتعرفهم ملي كنتي صغير كتعرفهم ورجع شوف شحال وحده ساده وشحال اللي باقي حال غادي تبان لك هذيك 70% اللي كنقولوا غير مبالغ فيها غير مبالغ فيها هذه يعني هذه احصاء هذه بالنسبه للمخابز التقليديه وحتى العصريه حتى المخابز العصريه راه تتزاد حتى هي لا ما كتزادش لان القطاع اصبح مفلس كتزاد واحد النوع ديال المخابز واحد النوع ديال المخابز اللي هي هود غام ديك المخابز اللي يعني كانت اولا كتعتمد على المال وداك المال اللي كتعتمد عليه اولا الموقع يعني المحل يقدر يسوى حتى المليار وكاين مخابز اللي هي ديال 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 الفرنشيز كيبيعوا الحلوى ب 30 درهم ب 20 درهم ديال صحاب الفرنساويه المخابز ديال الفرنساويه هما اللي بلوا قايبه ماشي هما اللي هما هذوك كيتزادوا فواحد احياء معينه وفواحد جهات معينه وواحد يعني بواحد امكانيات معينه وواحد واحد هادو حنا ما كنهضروش عليهم هادو ما كنهضروش عليهم هادو راه هادو حاجه اخرى قادين بريوسهم ماشي قادين بريوسهم هادو ماشي هما اللي كيوكلوا الشعب هادو ماشي هما اللي كيوكلوا الشعب ماشي هما هادو هادو غادي يدير واحد الطبقه يدير واحد الطبقه ربما حتى الخبز كاع ما كتديش حتى تمثل هذا النوع تاع المخابز هادو ديال تاع الفرنساوي اللي قلت ديال الفرنساوي هو ما كيمثلوش 2% ولا 3% من المجموع ديال المخابز ما كاينش 2% بعد هذه الوقفه الاحتجاجيه واش صحيح انكم تلوحون بالاضراب لا ابدا اغلاق المخابز ابدا ابدا واش حنا كنلوحوا شي او لوحنا بالاضراب ومن يروج عنا ذلك فيتحمل مسؤوليته لاننا حنا ندعي لوقفه احتجاجيه من اجل اسماع صوت القطاع للراي العام الوطني والجهات المسؤوله وبالمناسبه ديال واحد اليوم اللي هو يوم 16 اكتوبر اللي هو يوم عالمي للخبز والتغذيه واش كان عندكم شي لقاء مع وزاره الفلاحه ولا الناس المسؤولين اولا بعدا باش نكونوا واضحين حنا عندنا التمثيليات اللي كاينه هادي سنين حنا دائما كنسمعوهم كيقولوا الحوار مشينا الانشاء على مستوى ارض الواقع ما كنشوفوا حتى شي حاجه نهائيا كنشوفوا غير الافلاس ولكن على مستوى الخطابات الانشاء شكون اللي داعي لهذه الوقفه هذه الحاليه؟ جميع ارباب المخابز بدون تمثيليه بدون تمثيليه التمثيليات لا علاقه لها بهذه الوقفه وان كان يبغي شي واحد يحاول باش يدعي ان هذه الوقفه ربما يبغي يستقطب منها ولا راه غلط لان هذه الوقفه هذه ديال المهنيين كيعبروا فيها على الواقع ديالهم الحقيقي لان هذه الوقفه اصبحت هي الناطق الرسمي الحقيقي ديال الواقع ديال القطاع هذا هي صوت القطاع هي هذه الوقفه وحتى الحوار اللي غادي يكون اللي هو كاين ربما الان راه كاين هذاك الحوار حنا بالنسبه لنا حنا بالنسبه لنا كنعتبروه كنعتبروه جا في هذا الوقت كنعتبروه ماشي في محله كان خصو يعني من بعد الوقفه ويسمعوا المطالب ديال في الاحتجاج ديال الوقفه ديال المهنيين وتم يفتح باب الحوار مع المهنيين الحقيقيين مع الحقيقه ماشي مع التمثيليه ديال الوراق هذه التمثيليه الشرعيه في الواقع ديالها يعني هذه هاد 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 الوقفه تمثل شرعيه حقيقه تواجد القطاع ماشي التمثيليه ديال 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 الوراق وجي جلس في البلاطو ودوي شويه وسير خرج قول انشاء وسير بحالك وقول لهم صافي راه حنا درنا الحوار وراه حنا كذا وراه حنا غادي كذا وراه حنا وراه حنا وراه حنا وراه حنا يعني هذه الامور سي رشيد شكرا جزيلا تحياتي لك مسالي الله يخليكم تبارك الله شكرا جزيلا شكرا للقناه ديالكم وشكرا لكم استاذ مصطفى تحياتي لك شكرا جزيلا متابعي قناه انفاس بريس والى اللقاء في لقاء خاص ان شاء الله مستقبلا